السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جاب لكم اسهل طريقة لعمل نسخة احتياطية واستعادتها من بياناتك على هاتف اندرويد سامسونج. يعني اذا كان عندك بيانات مهمة تريد تاخذ نسخة على جهازك الكمبيوتر سواء كان ويندوز او ماك، كيف تسوي؟ راح بشرح لك الخطوات عمل نسخة احتياطية من بياناتك، كل شيء، يعني جهات اتصال، المكالمات الواردة، مكالمات الصادرة، والصور والفيديوهات والملاحظات والملفات الصوتية، الأغاني، محادثات واتساب، كل شيء يا شباب. كيف تنقل من هاتف سامسونج، كيف تسوي نسخة احتياطية على جهاز الكمبيوتر وكيف تستعيده. مثلا في بعض المرات تشتري هاتف جديد فتضطر انك تسوي نسخة احتياطية، بعدين تجيب الهاتف الجديد وتستعيد النسخة. راح بشرح لك كيف تسوي نسخة احتياطية وكيف تستعيدها. او مثلا عندك جهاز اندرويد تريد تسوي تكون عندك نسخة احتياطية ثانية في جهازك الكمبيوتر، بحيث انك سويت فورمات تقدر تستعيد النسخة بياناتك مثل ما هو. فنروح للشرح. اول شيء يا شباب ادخل الديسكريبشن، بتحصل رابط الموقع او رابط البرنامج والتطبيق في الديسكريبشن. بعد ما تدخل على الرابط في الديسكريبشن الناس ما تشوفون، هذا هو الموقع خاص بالبرنامج. اوكي، برنامج هو اسمه سمارت سويتش. اوكي، هنا بتحصل البرنامج على جوجل بلاي. حمل التطبيق اول شيء على هاتفك الاندرويد سامسونج، بعدين اضغط على هذا الرابط اللي هو نسخة الكمبيوتر بنظام ويندوز وايضا الماك. اذا كان نظام ويندوز اختار هذا الزر، واذا كان نظام ويندوز اختار هذا الخيار. بعد ما تحمل البرنامج وتثبته على الجهاز، اوكي، مثل ما تشوفون هذا هو البرنامج، اضغط عليه دبل كليك وتثبتها بالطريقة العادية اللي هو نكس نكس. كأنك تثبت اي برنامج عادي، هنا وافق على الشروط، وافق على الشروط واضغط على نكست. مثل ما تشوفون الحين يبدأ يثبت لك البرنامج. طبعا البرنامج موجود على اندرويد، ناس ما تشوفون حملته. ايضا لازم تثبت البرنامج على الاندرويد والكمبيوتر حتى تقدر تسوي نسخة احتياطية من بياناتك. اوكي، مثل ما تشوفون هنا راح يعطيك هذا الخيار، اضغط على تشغيل البرنامج وانشاء ايقونة البرنامج على سطح المكتب، اضغط على فينش، مباشرة راح يفتح لك البرنامج وراح ينشئ لك ايقونة البرنامج على الشاشة. اوكي، الحين كل ما عليك انك توصل اول شيء تفتح التطبيق على الاندرويد. بعد ما فتحته على الكمبيوتر نفس ما تشوفون هنا يعطيه الصلاحيه اللازمه، يعني اضغط على متابعه، اضغط على المزيد، اضغط على انزل لتحت، اضغط على السماح. الحين نفس ما تشوفون الحين كل ما عليك انك توصل الكيبل بالكمبيوتر والهاتف سامسونج بهذه الطريقة. مباشرة راح يجي البرنامج، راح يتعرف على التطبيق على الاندرويد وراح يعطيك خيارين اللي هو بيك اب وريستور. نحن حتى تسوي نسخ هذا الريستور، طبعا الحين لا تضغط هذا، تضغطه متى؟ لما تسوي باك اب. اوكي، هذا استعادة، هذا نسخة احتياطية. اوكي، باك اب يعني لو تضغط على ريستور انت ما سويت نسخة احتياطية حتى تضغط على ريستور، فلازم تضغط على باك اب اللي هو نسخة احتياطية، يعني راح ينقل جميع معلوماتك من هاتف اندرويد سامسونج الى الكمبيوتر. اول شيء تضغط على باك اب، بعد ما تضغط على باك اب هني راح تحدد الشيء اللي تريد تحمله، عندك المستندات، الصوت، الفيديو، ايميج، صور، سيتنج، اعدادات، هوم، ابس، التطبيقات، المسج، والجهات اتصال،
اوكي راح احدد الناس اللي يشوفون، راح الغي انا ما اريد انقل كل، طبعا اذا كان عندك طبعا ما اريد احط كله لان راح يطول، ما اريد اسوي نسخ احتياطي، بس اريد اشرح لكم. فراح الغي كل هذه الخيارات بس احدد على جهات اتصال، مثلا انت تحدد الجهه الشيء اللي تريد تستعيدها، تريد تسوي نسخه احتياطيه منها على جهازك الكمبيوتر. اذا تريد صور اضغط على الصور، او اذا تريد كلها اضغط على هذا الزر راح يحدد كل شيء موجود في جهازك الاندرويد، راح يسوي لك نسخه احتياطيه. فاذا كنت تريد شيء محدد، مثلا انا ابي جهات اتصال فقط، اوكي راح احدد جهات اتصال. بعد ما اضغط على جهات اتصال اضغط على باك اب استعاده او نسخه احتياطيه، باك اب نسخه احتياطيه، اضغط عليها وانتظر ثواني لين ما يسوي لك نسخة احتياطية من جهات اتصال على هاتف، هذا الهاتف اندرويد سامسونج. اوكي تنتظر ثواني وراح يسوي لك النسخة احتياطية. اوكي مثل ما تشوفون راح يبدأ يسوي لك، يعني يقول لك الحين جاري النقل البيانات اللي هو جهات اتصال. طبعا كل ما يكون بياناتك اكثر كل ما يطول اكثر، ضع هذا في عين الاعتبار، يعني لازم تنتظر لين ما يعطيك هذا الصفحة، يعني يعطيك علامة صح. واذا كان عندك ملفات اخرى يعني صور فيديوهات لازم كلها يعطيك علامة صح، لما يعطيك علامة صح يعني تم النقل بنجاح من السامسونج الى الكمبيوتر. خلاص الحين اضغط على اوكي، خلاص عمل نسخة احتياطية، خلاص الحين البيانات موجود في جهازك الكمبيوتر. اوكي فانت لو غلقت البرنامج خلاص البيانات محفوظة، غلقت البرنامج على الويندوز، ولكن البيانات موجودة في الكمبيوتر، كيف تستعيدها الحين بشرح لكم. اوكي الحين كل ما عليك، الحين افرض انك انت سويت فورمات تريد تستعيده، بس توصل الكيبل او عندك جهاز مثلا جديد، مثلا افرض هذا الجهاز الجديد اوكي راح مثلا شوفوا ما في اي جهات اتصال، اوكي ما في اي بيانات او ما في جهات اتصال، ما في بيانات، هذا هاتف جديد، افرض جديد، ناس ما تشوفون ما في جهات اتصال، ناس ما تشوفون جهات اتصال ما في اي شيء. اوكي الحين كل ما عليك انك تفتح برنامج حتى تستعيد النسخه الاحتياطيه، افتح برنامج، افتح برنامج على الكمبيوتر اوكي، وصل الكيبل بالهاتف الجديد او نفس الهاتف اذا سويت فورمات حتى تستعيده. اوكي مباشرة راح الجهاز، اول شيء لازم تفتح البرنامج، وين البرنامج؟ هذا البرنامج على الكمبيوتر، ثبت البرنامج على الهاتف الجديد. اوكي اعطيه الصلاحية اللازمة، انزل لتحت اضغط على متابعة، انزل لتحت اضغط على السماح. اوكي الحين اضغط على اعادة، والحين راح يتعرف على الجهاز الجديد، راح يظهر خيارين اللي هو نسخة احتياطية او استعادة. الناس بنشوف نص الباك اب اللي هو نسخة احتياطية، الريستور اللي هو باك الاستعادة. اوكي الحين بعد ما سوينا نسخة احتياطية على الكمبيوتر اضغط على ريستورت، بعد ما تضغط على ريستور ناس ما تشوفون جاري العمل، الناس ما تشوف راح عندك هنا جهات اتصال اللي سويتها باك اب، والحين اضغط على ريستور استعاده. بعد ما تضغط على ريستور انتظر ثواني راح يتم، خلاص تم علامه صح، وهني تم جاري التنظيم الانتقال الى الشاشه الرئيسيه، خلاص الحين تم النقل، شفتوا انت اول ما في اي جهات اتصال، الحين لو تفتح جهات اتصال تم استعاده جميع نسخ جميع جهات اتصال كل شيء على هاتف الجديد. هذا هو طريقه عمل نسخه احتياطيه من بياناتك بطريقه جدا سهل. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، طبعا تقدر تنقل البيانات كل شيء
فبس انا ابي اختصر ما ادي اضيع وقتي. تقدر تستعيد الصور والفيديوهات وغيره من بيانات. هذا هو اسهل طريقة لعمل نسخة احتياطية من بياناتك واستعادتها. وبس شرح مفصل. وبس اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. بس مع السلامة.